التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتماتي نيباد. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد والذي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الفترة من 2023-2025، خاصة ما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية 2063، فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري.